رح ننتقل مشاهدينا إلى مكتبة محمد بن راشد، حيث الحفل الختامي لتكريم الفائزين بجوائز مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إذ بلغ عدد الفائزين بالجوائز المحلية 40 فائز من إجمالي 198 مشارك بجميع فئات الجائزة. مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية تعكف على تطوير هذه الجوائز والبرامج الداعمة لها بما يتماشى مع متطلبات التطور المتسارع ومع رؤية القيادة الرشيدة ومساعيها المستمرة لدعم المبتكرين والمتميزين في كافة المجالات. مراسل دبي هذا الصباح يوافينا من هناك بمراسلة في هذا الموضوع، نتابع. نعم، تحية لكم زملائي في الاستوديو، صباح الخير مشاهدينا من هذه الجائزة المعتبرة، واليوم تكريم الفائزين بالجوائز التربوية، ومعنا أحد الفائزين من المملكة العربية السعودية. نتعرف عليك السيد علي منير المعلم، الفائز عن جائزة الطالب المتميز. كلمنا عن هذه الجائزة وبرأيك لماذا تم اختيارك للفوز بهذه الجائزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعرفكم بنفسي، معكم محدثكم الطالب علي منير المعلم، الفائز في فئة الطالب المتميز على مستوى دول الخليج. أولا جائزة حمدان بن راشد تعد أحد الجوائز المرموقة والجوائز الكبيرة على مستوى دول الخليج وأيضا على مستوى العالم بشكل عام، وقد فزت بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى ومشاركتي في عدد من البرامج المختلفة. فالفوز بالجائزة يعد توفيق من الله سبحانه وتعالى وبعد مجهود كبير تم بذله للوصول إلى هذه المرحلة، وأنصح جميع الطلبة بالمشاركة أيضا للوصول إلى هذه الجائزة والفوز في عدد من الجوائز الأخرى أيضا. يعني حدثنا أكثر عن يعني ما قدمته، المشروع الذي قدمته هو فزت فيه في هذه الجائزة. لقد ركزت أكثر في المجال الأكاديمي، وهو مجال يركز أكثر في الكثير على أداء الطالب، حيث أنني قدمت بحوث في المجال البيئي كان من شأنها دعم البيئة وأيضا زيادة الثقافة البيئية في المجتمع وأيضا على مستوى العالم ومستوى المحلي ومستوى دول الخليج، حيث يعني أنني ركزت على البحوث البيئية كيف يمكن تطويرها، كيف يمكن إظهار عدد من المشاريع التي من شأنها تطوير البيئة في مجتمعنا. كيف ترى وعي الطلبة بالأمور البيئية وبمواضيع الاستدامة، بما أنه في تركيز في دول الخليج وفي السعودية وفي الإمارات على هذا الموضوع؟ الوعي البيئي في مجتمعنا هو من المستويات التي تحتاج إلى المزيد من التطوير والعناية، بحيث أن الطلاب لديهم يعني شيء من النقص الذي يحتاج إلى الإدراك والتطوير لحماية بيئتنا ومساعدتها، وأيضا تطوير العديد من البحوث التي من شأنها حماية البيئة على مستوى العالم أيضا أو على المستوى المحلي. نبارك لك الفوز بالجائزة علي منير المعلم، نتمنى لك التوفيق ومزيد من الجوائز. شكرا لك.